وشو هي الشغلة المهمة اللي ما كانت تعرف تنطر؟ ما تقلي إنه سارة وافقت تشتغل معنا؟ أكبر شو جنتها يعني؟ تسمع عن ختم سليمان؟ بسمع عن هيكل سليمان. لا سيبك من هيكل سليمان ده، خلينا في ختم سليمان. أهو ختم سليمان ده تحكه يطلع لك عفريت يحقق لك كل أمنياتك. أنا ما بشتري سمك بالبحر. واد شغال فني كاميرات مراقبة في مكتب لواء سابق. هيدا وقع عليك من السماء. وين قابلته؟ في قهوة الشرق عند الدمنهوري. بلدياته؟ على حسب ما سمعت كده إن أبو الواد ده ساعد الدمنهوري إنه يسافر ويجي هنا أول مرة في حياته. والدمنهوري حكاكم عنه قبل؟ مرة كده عمر ده كلمه من مصر وقعد يقلب عليه حواديت زمان. فالدمنهوري بقى قعد يحكي قد إيه إن أبو الواد ده كان جدع معاه وليلة كاملة. وأنت؟ أنا إيه؟ هذا الولد شو رأيك فيه؟ بس لما أعرف رأيك أنت الأول. شو بك سلام؟ صاير كتير مادي. صاير؟ أولاً أنا أحب أسجل اعتراضي على كلمة صاير دي، لأن أنا راجل طول عمري مادي، حاجة كده في الدم. ثانياً يا داني، إيه ممكن تكون نوع العلاقة اللي بيني وبينك؟ هي نفس العلاقة اللي بيني وبين روس؟ أكيد لأ. يبقى كده ما فاضلش غير علاقة واحدة بس. هي العلاقة المادية البحتة. ثالثاً بقى. ثالثاً باي. باي؟ يعني إيه باي؟ هو أنا مش بكلمك؟ ده لسه في رابعاً وخامساً. بقول لك إيه قلة الذوق دي؟ الله، أنت ماشي بجد ولا إيه؟ أنت يا عم أنت، طب مش هتحللي بقي؟ روس هي اللي راح تحللك بقك. أنا علاقتي فيك مادية بحت. يا ابن الصيعة. طب ومشروبك ده بقى مين اللي هيحاسب عليه؟ شكلهم بدأوا الطامع في الموضوع. اشجيني. سالم بعد ما قعد مع عمر في قهوة حودة خرج وقابل حسن سبوه. رغى معاه شوية وخد منه ورقة. بس واضح إن البيانات اللي فيها ما كانتش على هواء. بعد كده خرج عمل اتصال غالبا مع داني عشان بعد كده تقابله، وكان واضح رد الفعل على داني من المعلومات اللي بلغها له سالم. كده يبقى عمر دخل الجيم واول عسكري اتحرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم مثل ما قلتم يا سيدي، شكل الغزاله رايقه وليا مزاج اغلبك كمان النهارده. طب بس مش الأول تشوف هتعمل إيه في المزنق اللي أنت فيه ده؟ يا بنت اللعيبة، أنت عملتي كده إزاي؟ ده أنت أول مرة تكششيني، ده حدث، لعبتي كده إزاي؟ أنت مستكتر على مراتك، أنا عارفة تلعبك ولا إيه؟ آه علامي، إزيك يا حبيبي؟ إزيك أنت حبيبي؟ وحشني. أنت كمان عامل إيه؟ خلاص بقى عرفت مين اللي ورا اللعبة دي؟ منور. هعمل لكم العشاء على بال ما تشوف هتخرج من الزنقة السودا اللي أنت فيها دي إزاي؟ وأنا هغلب يعني؟ اتفضل. يا جنرال، مش بعادة يعني تيجي من غير ترتيب ولا تليفون. هنعمل ايه يا ابني؟ مراتك هي اللي كلمتني وقالت لي اجي ضروري عشان في حاجة مهمة. الخلاصة كده هي عايزاك تتجوز عشان موضوع الخلفة. تاني؟ أنا قلت إن احنا حسمنا الأمر ده من زمان. حسمنا الأمر؟ ده أنت متفائل جدا. ده الموضوع ما عاشش في دماغ مراتك لدرجة إن هي عايزاني أنا أرشح لك عروسة. احنا وصلنا لكده؟ ما هي فريده قلقانه مش مطمنه على نفسها يا خالد. انا عارف ان انت مالكش ذنب، عارف كمان ان انت عمرك ما حسستها بعدم الامان، بس برضو خد بالك يعني فريده بعد ما مات ابوها وامها مالهاش عند غيرك. عارف والله عارف. مش كفايه انك تعرف، لازم تحل، لازم تساعدها انها تستعيد ثقتها في نفسها. ده هيسهل عليها انها تخرج من الدايره اللي هي حشرت نفسها فيها وحشرك انت كمان معاها. عالمي برضو. بلا عالمي بلا نيلة، بدل ما تكوني أنا بكلمتين روح كلها هي بكلمتين.
بتعملي ايه؟ العشاء. ومين قالك ان احنا نتعشى هنا؟ العالمي قرر يعزمنا بره على العشاء. بجد؟ مش كده عالمي؟ كده اللي هو ايه؟ مش انت هتعزمنا العشاء بره النهارده انا وفريده؟ يا شيخ انا برضو اللي عالمي. مساء الخير يا فاطمة. مساء الخير. أمك نامت ولا إيه؟ إيه؟ مكسر تخش تبص عليها؟ ده إيه الجو ده؟ الغرض مش شايف عشا بره يعني. الجبن عندك في التلاجة. طلع عيش وسخن وكل. جبن؟ مش ملاحظة إن أمك ما طبختش من ساعة ما سي عمر سافر؟ جرأة يا كامل. هو أنت راجع آخر النهار رايق وعايز تتسلى عليا أنا وأمك؟ ده بدل ما تاخد بالك علينا وتصبر أمك على غياب أخوك وأنت عارف إن أول مرة يتغرب ويبعد عنها؟ طب ما أنا اتغربت 7 سنين طوال عراض. كانت امك سابتكم فيها من غير طبيخ غيرش بس الناس ليها الحنيه بمعلقه وناس ليها الحنيه بمغرفه وانت تعرف منين تعمل حنيه والغربه اللي انت عملت تتكلم عنها دي وبقت لبانه في بقك هو انت اتغربت عشاننا ولا عشان روحك يا كامل ولا نكونش احنا اللي قلنا لك روح اتغرب واقعد 7 سنين في العراق ما تنزلش فيهم ولا مره ولما ترجع عايرنا بغربتك في الرايحه والجايه وفكرنا بسنين عمرك اللي راحت منك في العراق ده ايه البيت ده؟ جبنا جبنا من غير العيب وانا اقدر العب عليك يا صابر على رايك هو العمر بعداه بكره الصبح بمشيئه الله هيوصلك الماده انا بقول لك ايه بس ولا ولا مصر اخبارها ايه اليومين دول مصر مش حال ما كنتوش مشغلين القنوات المصر 24 ساعه عندكم في القهوه انت اكيد عارف اخبار لا ما انا مش عايز اعرف اخبار مصر اللي بتيجي في النشره ولا التلفزيون أنا أقصد الناس اللي زيي زي حضرتك كده يا سيدي على الحكمة اطمن يا ولع الناس عايشة وزي الفل طب ولما هي الناس عايشة وزي الفل ما تأخذنيش يعني حضرتك سبت البلد وجيت هنا تدور على عتبة رزق جديدة ليه؟ ولا أنا واللي زيي إحنا هنا بنعمل إيه؟ والله هي وجهة نظر تحترم أنت بتعمل إيه هنا يا ولع؟ أنا هنا دي لي 5 سنين وشوية جيت بعد الزلزال بكام شهر كده بيت العيله لولا ستر ربنا كان هيقع فوق دماغنا غيرش اننا خرجنا جري اول ما الحيطان ابتدت تطرقع اتلمينا في خيم وبعدين ودونا مساكن الزلزال اللي في المقطم بعد ما كنا في قلب السيده زين 6 انفار في 73 متر و370 جنيه بعد خصم الضرايب لكل واحد معونه عاجله سمعت عن المعونه العاجله دي يا استاذ عمر؟ طشاش حمدنا ربنا وقلنا غيرنا اتصابوا وماتوا الحمد لله على نعمة الصحة بعد شوية استنيناها تفرج ما حصلش وبقى السكن الجديد في مساكن الزلزال هو العيشة الجديدة اللي لازم نرضى بيها أبويا استرجي على قد حاله وأمي 6 بيت وتلاتة أخوات أصغر مني في التعليم قلت ما بديهاش سيب لهم الكام متر اللي أنت بتتحرك فيهم دول هم أولى بس عرفت بعد ما جيت هنا إنهم خرجوا واحد ورا التاني من التعليم البنت جوزوها لصاحب قهوه في الدويقه والولدين شغالين في ورش في شارع بورسعيد وانا اهو بعد ما كنت طالب في كليه التجاره فاضل لي 2 سنين واتخرج محاسب قد الدنيا بقيت حنف يا ولع وماله حنف الشغل مش عيب عيب ايه يا استاذ عمر هو في عيب اكتر من اللي حكيته لك ده بعد اذنك اشوف اكل عيشي بس خليك فاكر انت لسه ما قلتليش المصريين عايشين في مصر زي الفل ازاي